استمعوا ايوب اعطونا ايوب فين هو ايوب مريض صافي غادي يقدر يقدر يعمل الماتش يرجع لحاله مريض غير خافوك الحيط وتايدو كاتراك اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من وسط السوق الشعبي. احنا اليوم في 21 من رمضان وقتنا 9 ايام من هذا الشهر الفضيل. كيفما كتشوفوا الاثمنه ديال السوق ولات كتنخفض، ما بقاش هذاك التصاعدي داك الارتفاع التصاعدي التدريجي اللي كان نعرفوا في هذا الشهر هذا ديال رمضان، خصوصا في بدايه رمضان كان واحد التصاعد في الاثمنه. دابا الحمد لله يعني الاثمنه ولات كتستقر ولات كتراجع كما كتشوفوا معنا اليوم. البسباس اللي وصل الثمن ب 6 دراهم كتشوفوا معنا 4 دراهم حداك، والشيفلور اللي تا هو داير 100 ريال اللي كان كيدير وصل تا هو 7 دراهم 8 دراهم في الاول ديال رمضان. دابا الحمد لله يعني نخافض شويه الاثمنه ديالو. بطبيعة الحال الخضر سواء البسباس او الشيفلور هو من نواحي ديال المديونة ولاد زيان. كاين اللي يقبل على الشيفلور ولا البسباس؟ لا فاش يقبل دابا ياك ناقص القضية دابا ناقص القضية شوية دابا الاخر ديال رمضان صافي لخصات داكشي علاش الاثمنه شويه هبطات هكذا. ولا البسباس مديونه ناس زيان مديونه ولا زيان الشيفلور ولا زيان تا هما ولا زيان الشيفلور كان غاب واحد الفتره على السوق كان غياب كان داير 100 درهم الصندوق 100 درهم الصندوق 80 درهم الصندوق 80 درهم الصندوق هادي ما ترجع دابا رجع رجع لبلاصتو الواحد هو اللي يرجع لبلاصتو ياك الحال واحد هو اللي يرجع لبلاصتو. هادي سميتو البصله؟ لا لا كاين البورو. شنو سميتها؟ البورو. هذا البورو شحال داير الثمن ديالو؟ البورو هذا داير قول لي قول 10 درهم داير هنا 10 درهم 10 درهم 10 درهم الكيلو في المارشي شحال؟ المارشي شحال داير انا دابا لا دابا ولا دايره 6 درهم في المارشي 5 درهم 6 درهم 5 درهم منين كيجي باش من بلاصه ولا زيان دابا ولا زيان كلشي ولا زيان لا كاين اللي ماشي ولا زيان قريبا لفت من دكاله كل حاجه لفت من دكاله دوس من دكاله كاين الشوكه كاين شي حوايج ماشي من القرعة حمراء بلا بلا نهار الجمعة القرعة الحمراء ديال اكادير ديال اكادير كياخذوا يديروا الصوبة ياك شحال داير شحال واصل شحال واصل 10 دراهم 10 دراهم كيديروا طريق تبارك الله ما شاء الله هذاك 6 دراهم الاخر 4 دراهم مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا الاثمنه اللي بدات كتنخفض مابقاش يعني في هذاك الارتفاع كيف ما كنعرفوا كاع المواطنين في شهر رمضان بداية شهر رمضان فالحمد لله دابا ولات الانخفاض وشي كما طبيعة الحال على حساب الخضار انه مابقاش الاقبال على الخضرة وطبيعة الحال بداو الناس كيقلوا من الخضرة. الضربة شحال داير؟ الضربة دايرة في المارشي جوج دراهم المارشي جوج دراهم الضربة وهنا شحال داير تقريبا؟ 3 جوج ب 100 3 جوج ب 100 تا هي من مديونه؟ ناقصه تا هي ولا زيان تا هي ولا زيان؟ لا زيان تا هي
الناس كيقولوا لها بالطيوه بالطيوه بيتخاف. انا في واحده بس 6 دراهم شي فلور 100 ريال 10 دراهم الباربه اللي دايره 2 3 بشحال 2 3 2 ب 100 2 ب 100 مزيان ما بها. وهاد الصبانة دي زيبينا على دير كيدير 6 درهم 7 درهم في المصر ياك دابا ولا يدير 3 درهم بخير مزيان 15 شحال داير؟ بصله شحال داير؟ ايوا سي بصله بصله 13 درهم 12 درهم في المارشي 13 12 درهم 15 درهم هنا هذيك عاد كوصو ما بصله هي اللي مازال محتفظه على الرقم القياسي. واش هذا الكلام كنتم معنا من وسط السوق الشعبي كما كتشوفوا الاثمنه اللي بدات كتنخفض مابقاش يعني في هذاك الارتفاع التزايدي بطبيعه الحال استثنينا البصله 15 درهم وكذلك الفلفله اللي كتراوح ما بين 13 درهم حتى 20 درهم على حسب الاماكن. بالنسبه للسوق الشعبي راه 13 درهم بالنسبه للبلايص يعني شويه اللي مقاده كتلقاوها حتى 20 درهم. مشاهدينا الكرام كنتم مباشره معنا من سوق شو الشعبي وسط مدينه الدار البيضاء. نبقى لي نقول لكم تبقاو على خير وعلى امل. التقي بكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.